الفكرة الأساسية هي الرسالة التي ينبغي الرسالة المسؤولة التي ينبغي أن يتحملها وينشرها للإعلام في الأرض العربية أكبر إلى المغرب في هذه البقعة الكبيرة الواسعة المتنوعة ومع ذلك المتحدة في هويتها. الرسالة التي ينبغي أن نحملها كإعلاميين هي رسالة البناء، هي رسالة المعرفة الحقيقية، هي رسالة الوعي الحقيقي. علينا أن لا ننزلق إلى وعي زائف، وعلينا أن لا ننزلق إلى وعي لا يقود إلى البناء. هذا هو الرسالة التي كان فقامت رئيس يعني بعمق رؤية وبحكمة شديدة وبخبرة شديدة وبفهم دقيق جدا للواقع. هذه الرسالة التي أراد لها أن تكون موجهة للإعلام المصري والعربي في المستقبل هي رسالة بناء، رسالة استقرار، رسالة أن يكون الغد أفضل من اليوم بما نفعله. الغد لن يكون أفضل من اليوم هكذا، وإنما عليك أنت وعليك أنت وعلى الجميع وعلي أنا أن نقوم بأدوارنا بكل مهنية، وأيضا أن نتشبث بكل مواضع الصلابة في حياتنا العربية وفي حضارتنا العربية، وأن لا نقوم في وسائل الإعلام بتقديم وسائل إلى تنمية كل شيء صلب في حضارتنا وفي بنائنا الاجتماعي وبنائنا المعرفي وبنائنا السياسي والاستقرار.